الإماراتية مطابق ركلة جزاء، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. بينما الإمارات أتت في المركز الثالث بفوز وحيد فقط على منتخب نيبال، وأتى المنتخب نيبال في المركز الأخير. هنا محاولة في هذا جول، يتقدم المنتخب الباكستاني بالهدف الأول، يتقدم المنتخب الباكستاني بالهدف الأول في الدقيقة 27. المدافعين طالب أيضا لتقدم حارس المرمى، ولكن ظل يتأخر في التقدم. التمريرة كانت مثالية، ومحمد وحيد كانت أيضا، أو الإنهاء من محمد وحيد كان مثالي. Well, good interception. Now the chase is on here. It's a foot race and looks like the Pakistan players can do make it. There's the equaliser. Sipple got something on it. Oh, he's taking his shirt off. He's going to make this large. Mohamed Wahid, he might well find himself booked when he puts his shirt back on. This is the player that Bobby Madley had a word with as well. Sipple thought he'd done enough and the ball just rolled over the line. Defender couldn't get there either. His right foot, and now it's a sprint back. Keepers launch one from one end to the other. Headed off the line there. And there's a second goal for Pakistan. Well, that's the danger of a goalkeeper who likes to go walkabout. Great clearing header to start with. يرتكب الخطأ في الكرة الماضية. محاولة المنتخب الباكستاني. يا سلام يا سلام. هدف جميل للمنتخب الباكستاني من محمد وحيد. محمد وحيد يعيد 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 المنتخب الباكستاني ويقلص الفارق. لكن يا سلام يا محمد وحيد، يلاقي كل التحية من الجماهير الباكستانية القليلة الحاضرة. طبعا هذا المدرب ناصر إسماعيل سعيد بكل تأكيد بهذا الهدف، لكن هدف جميل، هدف جميل بأمانة للمنتخب الباكستاني. لاحظ الكرة الماضية هنا استلمها، وهنا التسديدة الجميلة في غاية الروعة في غاية الجمال من محمد وحيد، يسجل الهدف الأول للمنتخب.